السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مرة ثانية. فتح الراشد يحييكم. واليوم خلطتي ومشروبي وأنا بالدوام بدي أشتغل أصمم فيديوهات موشن جرافيكال دي اكس ان. مشروب الليمونزي هذا سويته، هذا المغلف بهذا البطل كامل. طبعا ليمونزي، شراب الليمون مع مسحوق الجانو درما، هذا النقي صافي مع الشاي، طبعا ورقة الشاي هذه يطرد السموم من الجسم وتزيد الطاقة والمناعة من شركة دي اكس ان. هذا المغلف في 20 كيس من هذا، حجم الكيس الواحد 22 جرام. هذا المغلف الجميل والليمونزي الجميل من شركة دي اكس ان، صراحة انصحكم فيه. الماء البارد طبعا يشرب بارد، يفضل انه يشرب بارد، حطيكم صورة الثلج. مزيج الشاي مع الليمون وسرس الجانو درما، يفضل يشرب بارد، وكذلك ممكن يشرب ساخن، ولكن عشان فيه فيتامين سي ينصح الافضل ان يشرب بارد من شركة دي اكس ان. انصحكم فيه بهالصيف الحار، الله يبرد علينا وعليكم وبالعافية.